يدور هذا الفيديو حول عملية شكاوى التعليم الخاص لوكالة التعليم في تكساس. قد يبدو الشكوى موضوعاً غريباً، لكنها مهمة، لأنك بصفتك والداً أو وصياً على طالب يتلقى خدمات التعليم الخاص لديك حقوق، وأحد هذه الحقوق هي القدرة على تقديم شكوى. في الواقع يمكن لأي شخص تقديم شكوى إذا كان يعتقد أن المنطقة التعليمية أو وكالة التعليم في تكساس أو أي وكالة تعليمية عامة أخرى لم تتبع القواعد عندما يتعلق الأمر بالطالب الذي يتلقى خدمات التعليم الخاص. نحن نطلق على كل من يمارس هذا الحق مقدم شكوى. يمكنك تقديم شكوى إذا كنت تعتقد أنه لم يتم اتباع أحد متطلبات التعليم الخاص الفيدرالي أو التابع للولاية، ويمكنك إجراؤه نيابة عن طالب واحد أو عدة طلاب، لكن عليك أن تذكر على وجه التحديد كتابة ما تعتقد أنه حدث. يجب أن تكون واضحا بشأن المشكلة، وعليك تقديم الحقائق لدعم مخاوفك، وإليك مثالا على ذلك. ذكر برنامج التعليم الفردي إن ابني سيتلقى 30 دقيقة من الكلام في الأسبوع، لم يكن معالج النطق في المدرسة طوال شهر مارس. هذه شكوى بسيطة، لكن يمكنك أن تسمع أنها تفي بالمعايير. هناك مشكلة واضحة، وهي أن الطفل لم يتلقى علاج النطق الذي يتطلبه برنامج التعليم الفردي أو IEP. وهناك حقائق. قال مدير المدرسة أن مدرس الخطابة لم يتواجد بالمدرسة لمدة شهر بسبب مرضه، ولم يحصل الطالب على دروس الخطابة الخاصة به. يمكنك العثور على مزيد من الأمثلة والمزيد من المعلومات بالنقر فوق الزر أدناه. سينقلك هذا إلى دليل حل نزاعات التعليم الخاص التابع لوكالة التعليم في تكساس، وهي مقسمة إلى 4 أجزاء. الجزء الثالث حول شكاوى التعليم الخاص. يمكنك العثور على أمثلة للشكاوى في هذا الجزء. بينما يمكنك تقديم شكوى إذا كنت تعتقد أن الخدمة قد تم حجبها أو لم يتم اتباع قاعدة، فهناك بعض الموضوعات التي لا تتعامل معها عملية الشكوى، وتشمل هذه الادعاءات المتعلقة بالحقوق المدنية، قضايا الموظفين أو المهام، مسائل التعليم العام، طرق التدريس، الادعاءات المتعلقة بإساءة معاملة الأطفال أو إهمالهم. إذا قدمت شكوى بخصوص أي موضوع من هذه الموضوعات من خلال عملية شكاوى وكالة تكساس التعليمية، ستتسلم خطاب إغلاق الشكوى لدى وكالة تكساس التعليمية، ونقدم لك توجيهات بمن تتصل به كبديل حيثما أمكن. فيما يلي بعض الإرشادات لتقديم شكوى بشأن التعليم الخاص. أولاً، يجب أن تقدم الشكوى كتابياً، ويجب أن تتضمن توقيعك ومعلومات الاتصال الخاصة بك. ثانياً، يجب أن تعالج المشكلة التي لم تحدث لأكثر من سنة تقويمية واحدة من تاريخ استلام وكالة التعليم في تكساس للشكوى. على سبيل المثال، إذا كنت ترغب في تقديم شكوى بشأن شيء تعتقد أنه حدث في 10 من سبتمبر 2020، فيجب عليك التأكد من استلام وكالة التعليم في تكساس للشكوى قبل تاريخ 10 من سبتمبر 2021. إذا كانت الشكوى تخص طالباً واحداً، فيجب أن تتضمن أيضاً معلومات محددة عن الطالب، بما في ذلك اسمه وعنوانه واسم مدرسته. كما وصفنا سابقاً، يجب أن توضح الشكوى بالتفصيل المشكلة المحددة، ويجب أن تحتوي على حقائق تدعم مخاوفك. تعتبر التواريخ والأماكن والأوصاف الواضحة كلها مهمة. إذا لم تتضمن الشكوى كل هذا، فلن يتم اعتبارها كاملة، ولن تتمكن وكالة التعليم في تكساس من التحقق منها. هذا كثير من المعلومات، يمكنك معرفة المزيد في دليل حل النزاعات. بعد أن تقدم شكوى، سوف تحقق وكالة التعليم في تكساس فيها. في معظم الأوقات، يجب على وكالة التعليم في تكساس إكمال التحقق وتقديم قرار مكتوب في غضون 60 يوماً، بدءاً من يوم العمل الأول بعد تلقي الشكوى. إذا أرسلت شكواك يوم الجمعة ووصلت بالبريد يوم الأربعاء، فإن مدة 60 يوماً تبدأ يوم الخميس. يمكن لوكالة التعليم في تكساس تمديد الجدول الزمني البالغ مدته 60 يوماً على أساس كل حالة على حدة. يمكن أيضاً تمديد الجدول الزمني إذا وافق مقدم الشكوى والهيئة الحكومية على تمديده
لمحاولة حل الشكوى بأنفسهم. يمكن لوكالة التعليم في تكساس أيضاً تسريع الجدول الزمني البالغ مدته 60 يوماً على أساس كل حالة على حدة. بمجرد انتهاء وكالة التعليم في تكساس من تحقيقها، سترسل التقرير بالبريد الإلكتروني إلى الهيئة الحكومية التي تم تقديم التقرير بشأنها. سوف ترسل لك وكالة التعليم في تكساس أيضاً التقرير بالبريد الإلكتروني إذا كان لديك الحق التعليمي لتلقي نسخة منه. سيشرح هذا التقرير القرار بما في ذلك ما إذا كانت الهيئة الحكومية قد اتبعت متطلبات التعليم الخاص. إذا لم تتبع الهيئة الحكومية المتطلبات، فسيقوم التقرير أيضاً بتحديد الخطوات التي يجب أن تتخذها لتصحيح المشكلة. نأمل ألا تجد نفسك في وضع يسمح لك بتقديم شكوى تتعلق بالتعليم الخاص، ولكن إذا قمت بذلك فإن هذا الفيديو ودليل حل النزاعات يوفران لك كل المعلومات التي تحتاجها.